لدينا أرض ورجل تكفل ببنائها للمشاركة، فاتضح أنه اقترض من بنك، فهل نسمح له بالمشاركة معنا علما أننا لا علاقة لنا من أين أتى بالمال؟ أعيد السؤال. يقول لدينا أرض ورجل تكفل ببنائها للمشاركة معنا، فاتضح أنه اقترض من البنك، فهل نسمح له بأن يشترك معنا في هذه الأرض ونحن ليس لنا علاقة، من أين أتى بالمال؟ طيب وش قصدهم بالبناء هذا؟ يبنونه مسجد ولا إيش؟ لم يوضح. نعم، سوق تجارة. سوق تجارة لا تأخذون إسهام واحد يتعامل بالربا، لا تأخذون إلا كسبا طيب، لا تدخلون في شركتكم إلا كسبا طيبا غير محرم. نعم.